فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال: وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. نعم، مخاطبة النجوم والتقرب إليها من السحر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فعبادة الكواكب من أعظم السحر، والسحر معروف قبحه وشناعته في الإسلام وأنه كفر، تعلمه وتعليمه، وهو طريقة هؤلاء الكنعانيين الذين يعبدون الكواكب في عهد النمرود في أرض بابل من العراق، وبعث الله إليهم خليله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليهم عبادتهم للكواكب، وكان منهم ما كان من المقابلة السيئة لخليل الله، إلى أن انتهى الأمر بهم إلى أن أوقدوا له نارا وأرادوا تحريقه فيها، ولكن الله قلبها بردا وسلاما على إبراهيم، ونجاه الله من كيدهم ونصره عليهم.